تم نقل ملاك وزارة الشباب والرياضة العائدة لمديرية شباب والرياضة نينوى إلى ديوان محافظة نينوى في 1/10/2018، ومنذ ذاك التاريخ ولحد الآن لم نستلم رواتبنا نتيجة عدم نقل التخصيص المالي من وزارة الشباب ثم إلى المالية وبالآخر إلى ديوان محافظة نينوى. هناك محاولات حثيثة تجري في هذا المجال، بذلت جهود كبيرة من قبل بعض السادة النواب إضافة إلى جهود حثيثة أيضا من وزير الشباب والرياضة وجهود فردية أخرى من قبل اللجان المشكلة من مديرية شباب والرياضة نينوى واللجنة المالية في ديوان محافظة نينوى، وتم الوصول إلى بعض الحلول التي كانت توقف صرف الرواتب نتيجة الخلل ونتيجة الكتب الخاطئة التي كانت ترسلها وزارة الشباب والرياضة بأسماء الملاك وأسماء الموظفين وأسماء العقود الوزارية والأجور اليومية. الحمد لله في الأسبوع الماضي تم الالتقاء بوكيل وزير المالية وتم حلحلة جميع الأمور، نتأمل أنه في الأسبوعين القادمين سيتم حل جميع المشاكل. وهناك بوادر بدأت في هذا المجال بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 131 مليون كنفقات تشغيلية إلى مديرية شباب والرياضة نينوى، وتم تحويل الرصيد إلى ديوان محافظة نينوى. أكو موظف بالدولة العراقية ما يأخذ راتب 7 أشهر؟ ماكو شيء. إحنا ما نقل الصلاحيات وحسب ما نسمع وايا هاي ما مشكلة الموظف، الموظف الرجال يدوم منه دوام زين، هذا أشون يروح أشون يجي أشون يصرف أشون صاحب عائلة قسم منهم قاعدين إيجارات. يعني أنا أناشد السيد معالي وزير الرياضة والشباب الأخ الدكتور أحمد رياض العبيدي، أقول له رجاء معالي الوزير تدخلك الشخصي، ولو أعرف أنت رجل خير وداخلت والموضوع هسه محصور في وزارة المالية، لكن أنتم وزراء بيناتكم تقدرون باتصالاتكم باجتماع مجلس الوزراء تطرحون هاي المشكلة. هاي معضلة صارت، صار حديث الشارع الموصل لي رواتب مديرية ورياضة شباب نينوى. بدت المشكلة بنقل الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء من وزارة الشباب والرياضة إلى المحافظات. قانون كأي قوانين صدر وانتهى الموضوع. المعضلة أنه كل المديريات العراق نقلت بكل سلاسة وما طولت شهر شهرين، مديرية شباب رياضة كربلاء والنجف والأنبار وكلها خلال شهر شهرين سنة إلا محافظة نينوى. نحن نقول إن شاء الله ما فعل فعل، ولكن كل اللي قد نشوفه بفعل فعل. أنطيك دليل على أنه فعل فعل، محافظة نينوى تأخرت راتبها. القصة بدأت، المشكلة بدأت في وزارة الشباب والرياضة، في وزارة الشباب، في وزارة الشباب قسم المالي المعاملة مرة تروح أسامي فقط لوزارة المالية وتتأخر شهر شهرين، ومرة تبعث تخصيصات لشهر واحد، ومرة تبعث وما العلم هي شغلها. هي المفروض تعرف المعاملة شلون تنبعث في كتاب واحد حتى لا يرجع. فهي أخطاء متعمدة وليس كسلاسة. لو سلاسة حالنا حال المديريات المحافظات لكان شهر وشهرين مثل بقية المحافظات استلمناها. نحن الناشد أنه إن يكون التوجه حاليا على خلية الأزمة لمحافظة نينوى، لأن بصراحة شغلة الوزارة أيسنا منه، شغلة المحافظة أيسنا منه، فلا ستخلي يكون التوجه على خلية الأزمة. المشكلة اللي عندنا هي مثل ما تحدثوا جماعة الإخوان، مشكلة الرواتب هاي وحدي اللي هي مع 7 أشهر ومشكلة المدخر. يعني أنا ما أريد أعيد الكلام، بس أعطيك مثل بسيط. يعني أحد زملائنا خلي يقول موظف معانا بيته بالأيمن، بيته انقصف، قاعد ببيت إيجار حاليا، الإيجار مالته 200,000 بالشهر، هاي 200,000 شهريا هو لازم يتدينه، فأنت الإيجار قول 200، لأن هذا شو راح يعيش؟ نطالب بصرف رواتبنا من المتوقفة من شهر 10 لحد الآن، ونطالب سيد الوزير بصرف رواتبنا. يعني من هو المسؤول الرئيسي برأيك الشخصي؟ هي المسؤول المالي عن صرف رواتبنا وبسبب نقل الصلاحيات من الوزارة إلى المحافظة. لا ما سمعت، حتى أنتوا مدخر ما مستلمين، يعني أسوة بالدوار. والمستحقاتنا والمدخر ما مستلميها، وباقي الدوائر كلها مستلمين المدخر مالتها.